هذا معناها أن النظام لما أي تحمد يضطر أن يعود يلبس ويقاتل في 63، لما أبو ضياف أحد أباء الثورة يعني والشيء اللي داروا في لما محساس، لما بنبلة، لما كل هذا الناس اللي يسجن يسجن واللي يعذب يعذب، واللي لما خيذر يقتل بالطريقة اللي قتل بها، لما يحدث هذا في ذلك الوقت أعرف باللي العوج راح يكون عوج، وراح يكون عوج كبير. العوج الكبير وصل إلى القمة نتاعو لما وصلوا اللي كانوا يوما ما دي كابران دي كابورو دي سيرجان ضباط جنود كانوا يعني نزار في 55 ينضم إلى الجيش الفرنساوي، ما هوش قبل 54، ولذلك إحنا لما نذكره مرات بالاسم لأن هناك تفاصيل دقيقة أنه كان خائن صح، لأنه في 55 انضم للجيش الفرنساوي مش قبل. ومحمد العماري في 56 أو 57 في لاباتاي دالجي كان مع لي بارا فرنسي، ومحمد تواتي حتى مارس 62 مازال مع الجيش الفرنساوي. يعني هناك هذو دلائل، هذو سيدي في ما همش نقاش حولهم. القضية إذن هذون راحين يوصلوا في 92، مش في 92، وصلوا في 85 وبدأ الصعود نتاعهم. في 88 الشعب الجزائري يحاول بطريقته 5 أكتوبر، لأن 5 أكتوبر ما دارها لا الإسلاميين لا غير الإسلاميين، دارها الشعب في عمومه، وإن كانت حركتها ربما جهة هنا أو جهة هنا، لكن كانت انتفاضة الشعب، شعب يريد أن يعيش في بلده ومات من أجل الملايين الشهداء إلى آخره. لكن في 90 و 91 تشري الانتخابات، الانتخابات تجيب بالنسبة لهم هما جابتهم لباربي وبو لحيا وبو قندورة وكذا، وكان هم الجزائريين. هذا الشعب ما يعرفش، ما دام كما ذاك الوقت قالت فرنسا هذا الشعب ما يعرفش يلفو السيفيليزي، هما ثاني يلفو بلاك السيفيليزي، وهذاك هو الانقلاب. ومن الانقلاب هذا وين راح فيه عقلية، العقلية الانكشارية ذكرناها قبل شوي، عقلية انكشارية في عند عقول بعض كبار ضباط جزائريين ومعهم بعض المدنيين، أن هذا الشعب غاشي لا يحكم إلا بالقزول. أنا كنت نسمعها في ليزافيرز إترونجير في لافان دي زاني 80، لما كنت موظف صغير مبتدئ أنا ذاك، كانوا هذا عمار لما عمار هذا رمطان العمامرة ويحيى وكانوا دي كوليك سو ديريكتور، هذا ديريكتور، أنا كنت شاف بيرو، كان هذا المنطق اللي عنده، المنطقة اللي كان خدموا لهم واللي كانوا تخرجوا بهم من مدرسة الوطن الإدارة، اللي هذا غاشي هذا يعني. وعبر عليه على كل حال، عبر عليه بكروح في 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 مقالات شهيرة في فترة معينة. فإذا هناك هذا اللي حبيت نقولها فقط، ربما طول شوي. بارك الله فيك. تفضل. بما أنك تكلمت عن وزارة الخارجية، ما هو تقييمك لسياسة الشفافية الجديدة اللي تكلموا عليها الأمام مساعد؟ راح يديروا ندوة شهرية للحديث عن الأوضاع المحلية والدولية. نتحداهم لو كان يجاوبوا على 1% من الأسئلة الحقيقية، إذا طرحوا لهم أسئلة حقيقية، لأن المشكلة للأسف جزء كبير من الصحفيين الجزائريين دجنوه وكاين اللي رهبوه وكاين اللي رغبوه وكاين، والجزء اللي مازال راهم مارجيناليزي راهم مبعد. لكن لو كان يجاوبنا مثلا ساحل على العبث اللي داروه في مالي وفي النيجر في الصحراء الجزائرية، وكان يجاوبنا فقط أنه العام عام ونص قبل الآن أو العام الماضي قبل هذا الوقت تقريبا كان يقول باللي ما فيش تدخل فرنسي في الشمال المالي، كان يجاوبنا بركة لا كونتراديكسيون، كيفاش كنت تزور في عدة دول وتعمل في كل التصريحات باللي تقول ما فيش تدخل فرنساوي في شمال مالي ولا في النيجر ولن يحدث ذلك، تنتقل مش فقط أنك تمشي مع التدخل وإنما تصبح تبارك فيه وتتعاون معاه وتفتح أجواءك وحدودك. جاوبنا على هذه مثلا بدون نعم بدونها. ولو كان نطلع مامرة يجاوبنا ويجاوبنا على أسئلة كبيرة نطلع مامرة في الحقيقة، ولكن بدون أن نشخصها لأن نعرفها ربما مصادر شخصية، لو كان يجاوبنا على دوره واش كان يدير في إفريقيا وكيفاش حاول الوفد الإفريقي اللي راح واحتج على الانقلاب المصري يلعب هو دور كبير باش يعاود يبعث وفد واحد آخر ويبعث معاه أشخاص واحد آخرين باش يقولوا شيء معاكس للوفد الأول، كان يجاوبنا على دوره في الانقلاب المصري على الأقل. هذا دور قريب يعني، هذا ما عنده شهرين وثلاثة مش أكثر يعني. للأسف هذا كلام فارغ،
راح يجوا ربما هذا إلا داروه اصلا لا اتوقع ذلك لانه هو عندهم لي كومبان تبدا كومبان قاعد يتحمسوا يديروه ممكن مره مرتين هذا في اقصى الحدود لكن راح تكون لغه الخشب ويجاوبوا على لغه الخشب وربما تكون مناسبة أنهم شوية يهاجموا هنا شوية المغرب ولا يهاجموا الأصولية والإرهاب هذه راح نتكلموا عن الأصولية والإرهاب اللي ما يخلصش عندنا 21 سنة وإحنا السياسة الخارجية الجزائرية كلها بنيت على مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب تحولت قاع هذيك المشاريع الكبرى اللي هي اقتصاد دولي جديد والجزائر كعبة الثوار ومع الحريات وضد الإمبريالية ومع تقرير الشعوب المصير طيب تقرير الشعوب المصير كوسوفو شعب ألباني مسلم لحد الآن لا تعترف به بل بالعكس تتواطأ مع الصرب على احتلاله في الفترة اللي كانوا محتلينه وما زال فيه كونتراديكسيون كبيرة في تناقضات رهيبة حتى في قضية السياسة الخارجية وطبعا أي واحد يعني الجزائر اللي كانت تقول مع الثوار في كل مكان يعني بوتفليقة يقول في ويكيليكس كما خرجت يقول لو كنت مكان مبارك لغلقت على غزة مثل ما غلق مبارك هذه فلسطين ظالمة ومظلومة هذه فلسطين ظالمة طيب نروحوا احنا ناخذ الجنود الأفارقة باش نحطهم يحتلوا الصومال وتسقط طائرة ويموتوا 6 ضباط جزائريين في الطائرة لماذا؟ هذا احتلال أنا نساهموا في الاحتلال الأمريكي أمريكا تجيب عملاء تحطهم في الصومال ومن بعد احنا نحن نجيبوا جيش الإفريقي باش يدافع عن المصالح الأمريكي معناها نوسعوا في الاستعمار معناها ما زالت هذوكم الليجيون هذه ماروكان وألجيريان وكذا تبدلت شوي الأسماء برك هذه الأسماء فما فيش لا أعتقد أنه سيأتي أي شيء لأن النظام ضعيف ولا يملك أن يقول الحقيقة نتحداهم أن يقولوا ربع الحقيقة تفضل تفضل